يمكن بعض او اكثر الساده المشاهدين والحاضرين احب اقول لهم ان السيد مالك بن نبي تعلم العربيه بعد ان جاوز 50 من عمره. فيعني احنا بنحيي هذه الاراده الحيه والقويه والمؤمنه، لان كل كتب السيد مالك بن نبي وضعت في الاصل باللغه الفرنسيه وترجمها الاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين. بتخلينا نطرح سؤال عن عوامل النهضة التي يمكن أن ينهض بها العالم الإسلامي من جديد، وما هي الصعوبات التي تكتنف هذه النهضة أو تعوق دون أن تصل إلى غاياتها؟ سيد مالك بن نبي، يجب أن نعتبر النهضة في سلسلة ما نسميه النهضة الإسلامية منذ عهد بعيد، منذ عهد السيد جمال الدين الأفغاني والسيد محمد عبده. هذه الفترة من التاريخ لا تنفصل طبعا عن الفترات السابقة، ولا يمكن أن يعزلها الدارس طبعا الأمور عن المقدمات التي تقدمتها، المقدمات التاريخية التي تقدمتها، فلا يمكن أن تزول أسباب الركود الذي طار عليه السيد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده. لا يمكن لهذه الأسباب أن تزول بمجرد أن نقول أن هناك نهضة وننادي بهذه النهضة، لا يمكن هذا. يجب أن تتكون، أن تكون هناك فترة انتقال، نقطة انتقال من مرحلة الركود إلى مرحلة النهضة وتحقيق شروط النهضة. الشيء الذي ربما يجب إلفات النظر إليه هو أننا عندما رفعنا شعار النهضة في العالم الإسلامي منذ قرن تقريبا، الآن منذ قرن تقريبا، هو بالضبط قرن نزول السيد جمال الدين الأفغاني من جبال الأفغان إلى نيودلهي، منذ قرن بالضبط. فمنذ أعلننا هذا الشعار كان من واجبنا أن ندرس الفترة التي سبقت ونتحقق من الأسباب التي كونت الركود التي رفعنا ضده شعار النهضة. ولكن أعتقد بكل أسف أن هذه الدراسات لم تجري في العالم الإسلامي، سواء في الدراسات الحديثة، سواء فيما تقدمها من الدراسات القيمة المطبوعة بطابعة الثورة التاريخية التي نسميها النهضة الإسلامية. حاولنا طبعا في الكتب التي ترجمها الأخ عبد الصبور شاهين، الدكتور عبد الصبور شاهين، حاولنا دراسة هذا الجانب، وطبعا لا مجال هنا في هذه الدقائق المحددة الخطوط العريضة على الأقل. نعم، الخطوط العريضة أظن يجب أولا أن نتخلص من مركب نقص نحو هذه المرحلة التي نسميها الركود، وهي ركود فعلا، موت التفكير، جمود المجهودات الاجتماعية، تفكك الصلات الاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي. هذه الأشياء كلها عبارة عن سكون وجمود لمجتمع في فترة معينة، يعتري كل مجتمع،
يعتري كل أمة، فلم تخصنا الأقدار بهذه الظاهرة، فهذه ظاهرة تاريخية. مثلا إذا أردنا أن نقصر النظر على بالتبسيط بشيء من تبسيط لهذه الظاهرة في التاريخ الغربي، مثلا نرى أن في ظرف قرنين أو ثلاثة قرنين تقريبا إسبانيا تمر من أوج القوة والسلطان في عهد شارلوكا في منتصف القرن السادس عشر إلى الانحلال الخمود والكساد وانتهى دورها التاريخي وبدأ دور آخر، دور مثلا انجلترا وفي الوقت هولندا وانجلترا وفرنسا طبعا. هذا مصداق الآية الكريمة وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يمكن لتاريخ أمة أن يستقر ويكون هذا من الحالات الشاذة بالصورة في تصور التاريخ كشيء ركود في الأوج. لا، حتى الركود في الأوج ركود. لو كنا في الأوج غير متحركين نقول احنا جامدين، ما نقولش احنا في الأوج، ما نعبرش على هذا بالأوج، نقول احنا راكدين. فالأسباب، أسباب الركود في العالم في تاريخ الأمم كلها، أولا يجب أن نتخلص من هذا مركب النقص حتى لا نعتبر أن الظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي، فليس ظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي. الشيء اللي خاص بالعالم الإسلامي هو أنه يعايش، وهذا ضروري، في فترة أصبحت وسائلها الفنية تشعر كل فرد بوحدة العالم. في هذه الفترة، بينما كانت طبعا في قبل 4 قرون الأبعاد الجغرافية تفصل بين الشعوب بحيث الإنسان يكون في أي طور من أطوار تاريخه لا يعتريه مركب النقص أمام الأشياء الأخرى لأنها بعيدة على بصره. أما اليوم هذه الآلات الحديثة تنقل إلينا الصور، صور مثلا الصاروخ الذي يصعد لفينيس وكذا، فنندهش ونقول كيف احنا لا نستطيع هذا. هذا دليل على ركودنا ودليل على موتنا الفكري ودليل على كذا ويقول من يقول، وهناك من يقول ويوسوس لنا من يوسوس، ان هذا والله هو شأن المسلمين خاص بهم لانهم مسلمين. طبعا هذا دينه مهمة طبعا، وهذا قد يعني اتى في قد أتى من يأتي يوميا فعلا في المكتبات والكتب التي نقرأها يوميا التي تأتينا من الغرب، وتأتينا أحيانا بكل أسف لا تأتينا تحت أسماء مؤلفين غربيين أو معللين على أنهم غربيين، ومثل ماكسيم رودانسو الذي صدر له كتاب أخير بعنوان منذ شهرين، أقوله بعنوانه متعمدا لأن عنوانه فيه شيء من الانتقاص، ماهوميت وماركس، ماهوميت وماركس، محمد وماركس، ولكن محمد يأتي بصيغة غير الصيغة التي يستعملها عادة المستشرقون، لأنهم الآن أدركوا أن كلمة محمد ليست محمد، فكلمة محمد صادرة من عهد الحروب الصليبية.